بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات التقوى هذه المادة. نعيد الجواب للفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه قال: من غشنا فليس منا، اللي يغشنا ما هوش منا. هذا كلام مطلق، يعني الغش هنا لما قال الغش مطلق غش، تغش في البيع، تغش في الامتحان، تغش في الصنعة، تغش في الفكرة، تغش وانت تطلي في السبيغة، هذه يجيب سبيغة ماشي مليحة وتقول سبيغة مليحة، كل حاجة مجرد ما يكون غش خلاص. واش معنى ليس منا؟ على أنه كما قال العلماء إما ليس على هدينا وليس على سنتنا، أو إما ليس على ملتنا. لماذا؟ لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لما يغش أصبح ماشي مسلم، موش من ملتنا، من ملة اليهود والأنصار، لأن اليهود والنصارى هم الذين يجري في عروقهم غش المسلمين. وشحال عندنا ما القرن ما جربناش هذا الشيء هذا، والآن هوبان، فهمنا؟ هوبان. احنا الآن النصارى واليهود راهم عايشين معنا في الجزائر هنا، يرفد قفته ويروح يقضي حتى واحد ما يهدر معاه، فهمنا كيف؟ بينما خوتنا الآن العرب والمسلمين اللي راهم في فرنسا وفي كل مكان، راهم صدقوني يا إخواني الكرام واتصلنا مع بعضهم بالتليفون، غير راهم يصلوا وراهم يخدموا يهربوا لديارهم قبل ما تمشى تمشي، اللي يجلس برا يقتلوه. احنا النصارى عندك شو واحد راهم يقتلهم؟ رام يخرجوا من السفارات عريانين يقضوا حتى واحد ما يهدر معاهم، بينما لما ناضت باش ما يقولش واحد باللي النصارى يبغونا وما يغشوناش ويرسلونا البياسه يعني صحيحه في الكاغط ما يكذبوش، ولكن هذا كله بيع وشراء، لان عرف باللي راه يدي لك دراهمك ويدي لك دينك، فهمنا كيف؟ لما لحقت للحرب وبانت الجيوش تاع الكفر من الجيوش تاع الايمان، فهمنا كيف؟ او تاع الاسلام، لهناك هما ولاو يقول لك اي عربي نلقاوه في اوروبا نقتلوه، علاش تقتلوه؟ باش تجيب ويقول لك الان اليهود والنصارى ما يغشوش، اكبر غشاش هم اليهود والنصارى، وهم الذين علموا. وين في الصنعه اللي راك تخدمها؟ وانت ما عندكش علم، لان العلم رفدتوه بالغش. اذا راك تغش في ولاد المسلمين، ولادنا اللي نقول نقريهم راك تغش فيهم، والصنعه اللي نعطوها لك تصنعها راك تغش فيها، وبالتالي فانت تغش المسلمين فانت لست منهم ولست على ملتهم. والله تبارك وتعالى يعصمنا من هذه المصائب كلها ان شاء الله. يقول لك الاخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اقواما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على ناس، قال قاتل الله، يعني قاتلهم، يعني الله يهلكهم، الله تبارك وتعالى اهلكهم. دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم. ماذا فعلوا هؤلاء القوم؟ على انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لان هذا له مورد، حديث هذا له مورد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت روحه تفيض الى ربها سبحانه وتعالى، جاءت ام سلمة وجاءت ام حبيبة، صحابيتين اثنتين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانتا قد هاجرت الهجرة الاولى الى الحبشة، كانوا في الأولى كما قلت لكم المسلمون في الأول هاجروا الحبشة وبعدين زادوا هاجروا المكة المدينة، فيهم اللي هاجر هجرتين وفيهم اللي هاجر هجرة واحدة إلى المدينة، وفيهم اللي جاء من الحبشة وزاد رجع المدينة، إذا أصبحت عنده هجرتين. هذا الصحابيتين كانوا عندهم هجرتين، لما جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم هما نسوا التوعوا، جلسوا معه وهو يلفظ أنفسه الأخيرة إلى ربها، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد رأينا بالحبشة كنيسة عجيبة في صورها وفي حسنها وفي جمالها،
قالوا له في الحبشة روحنا تفرجنا على واحد الكنيسة كبيرة ومليحة وزينة وفيها تصاوير مليحة وفيها نقوش زينة وفيها أشياء تثلج الصدر من ناحية الحسن ومن ناحية الجمال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقطع لهم الحبل انت عدم الاغترار بهؤلاء الناس قال قاتل الله اليهود والنصارى. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا عنده صورا وتماثيل. ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال الله يهلك اليهود والنصارى، ثم رحتوا شفتوا الإنجليزية هذه عجبتكم، هذه مبنية على الضلال، وإن أنفقوا فيها ما أنفقوا فهي مردودة عليهم، الله تبارك وتعالى يرد عليهم النفقة هذه وما يقبلهاش. قال لهم الله يهلك اليهود ويهلك النصارى لما يموت فيهم الرجل الصالح يبنوا عليه جامع، يبنوا عليه إنجليزية كبيرة ولا بيعة تاع اليهود، ثم يتخذوا عليها صورا، صورة تاع سيدنا عيسى وصورة تاع مريم وصورة تاع كذا. قال ثم يزوقونها ويزخرفونها. قال إني أنهاكم عن ذلك. قال لهم بلكوا ديروا كما داروا ليولى لغيركم. فهمنا كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ما داروش عليه جامع وما داروش عليه قبة. واحد يقول لك الشيخ أنا شفت واحد القبة ثمية، القبة هذه ابنوها الأتراك هنا وهنا، عندها 6 قرون من اللي تبنت، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 16 قرن من اللي مات. فهمنا كيف؟ إذن القبة الخضراء اللي تشوفوها فوق المسجد النبوي الشريف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها. الأتراك هم الذين بنوها قبل 6 قرون أو ما يزيد بقليل. فهمنا كيف؟ قال إني أنهاكم عن ذلك، راني ننهيكم بالك إذا مت تبنوا علي جامع ولا تبنوا علي قبة ولا تديروا علي الشواشين والوكيل والخادم ومانيش عارف. قال حرام هذاك الشيء، وإنما سنوا علي التراب سنا، لما تدفنوني ردوا علي التراب وتربحوا. فهمنا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ردوا على جسده الشريف التراب، ولكنه يحيا حياة برزخية لا يعلم نعيمها ولا يعلم ماهيتها إلا الله تبارك وتعالى، فهو حي في قبره حياة لا يعلمها إلا الله. لذلك ورد في الحديث الصحيح ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهمنا كيف؟ وقال في حديث آخر صحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. الله تبارك وتعالى حرم على الأرض ما تقش اللحم تاع الأنبياء يبقوا أحياء حتى يخرجون أحياء. فهمنا كيف؟ وأول من يخرج من هذه الأرض وتشقق عنه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهمنا كيف يا إخواني الكرام؟ هذه والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا عنها وحذرنا منها، ولكن أبت أمته إلا أن تفعلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنكم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة وحذر الشبر بالشبر، حتى أن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتم معه. وفي رواية أخرى حتى لو أن أحدهم جمع امرأته في الشارع لكان في أمتي من يفعل ذلك. كينا ولا ما كيناش؟ قال لنا راكم تقالوا يا رسول الله من الناس؟ اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ فمن كيف؟ قال يجي واحد النهار تولوا تبعوا اليهود والنصارى شبر بشبر وذراع بذراع، إلا داروا ما شبر احنا نديروا شبر، داروا ذراع نديروا ذراع، كيما يكسلوا رجلهم كيما احنا نكسلوا رجلنا. فمن كيف؟ كيما يديروا نديروا. قال حتى أن أحدهم لو دخل جحر ضب، لو كان واحد منهم النصارى واليهود يدخل الواحد الغار تاع الضبع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا حكيم علاش ما قاش قال جحر أسد أو جحر نمر أو جحر باج من الأسود هذه الواعرة. قال جحر ضب، الجحر تاع الضبع،
وكما قال العلماء لا هناك جحر يعني أنتنوا من جحر الضب، ما فيش يعني حفرة ومغارة فيها حشاكم كما الغار نتاع الضبع. فمن كيف يقول الرسول ما عليش ولو كان اليهود والنصارى يدخلوا الغار الضبع تقولوا انتم ها مادام دخلوا فيها فكرة وندخلوا معاهم وفعلا رانا مراهم. فمن كيف كما داروا رانا نديروا ونقولوا، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا، ولكن الآن الأمة الأولى ولكن السلف الصالح كانوا على بينة من أمرهم، كانوا دائما يخالفون اليهود والنصارى، كانوا هذوك مقبلين والأخرين مدبرين، ولكن نحن الآن على أثرهم والعياذ بالله. قال لما قال ولو أنهم يدخلوا حفرة تعذبها تتبعوهم وتدخلوا معهم، وفعلا دخلنا معهم. فمن كيف إلا من رحم ربي. قال ولو أن أحدهم جامع امرأته في الشارع لكان في أمتي من يفعل ذلك. كاين منا ولا ما كاش يا أخو مرة يحكم المرأة تاعه في الطريق ويفعل فيها، وإحنا يا كاين فيها ولا ما كاش؟ والله غير كاينة، وراهم يجلسوا في الطريق ويقول لك حر، يا راكم تقولوا حر ديمقراطية صحيح كملوا عليها. فهمنا كيف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الفجور والفسق المطلق ماشي الحرية، وإلى الحرية ما كاش اللي نبه عليها وبينها كما الدين الإسلامي كما الرسول صلى الله عليه وسلم وكما الصحابة الكرام هما اللي بينوا الحرية وفهموها. أما الهمجية أما الفوضى اللي رمى فيها هذه ليست بحرية وإنما حرية. الحرية هو الزنا والفاحشة والعياذ بالله والفسق والفجور. نحن في الحرية وليس في الحرية، انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام. هذه الأشياء راهي واقعة فينا، رانا اللي يموت نبنوا عليه قبة كبيرة ونجيبوا له القاطفة من خارج ونجيبوا له تابوت تاع الجوزة ويجوا نسيد شاطحوا عند قبره، وهذه كلها قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي فيعبدون الأوثان. قال الساعة ما تقومش والدنيا ما تخلص حتى نص كبير من الأمة تاعي يقولوا يعبدوا الأوثان، يعبدوا الشجر الحجر القبور النساء السيارات. أفهمنا كيف؟ صح هاي كاينة. فهمنا كيف لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، ناس كثيرين يروحوا والعياذ بالله يروحوا يعبدوا الأوثان يعبدوا القبور. فهمنا كيف؟ ويقول لك التوحيد ويقول لك الجهاد. احنا خرجنا من جهاد النفس، احنا خرجنا من جهاد تاع الأوضاع الداخلية تاعنا، راهي ناس تعبد غير الله تبارك وتعالى بين أظهرنا. فهمنا كيف؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا إخواني الكرام هذه كلها موجودة في الأحاديث الصحيحة، يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس عند ذي الخلصة. واش معنى الكلام هذا؟ قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء اسمعوا ويسمعوا النساء تاعنا بالدرجة الأولى اللي راه تقول لك نصلي وتصوم وبعدين تروح تفسخ الأعمال تاعها كلها كيما نزار بيض تغسله وبعدين تروح تديره في الحمى وفي الحموم يولي فايح ما يديه حتى واحد. هكذاك المرأة اللي تصوم وتصلي وبالآخر تروح تثنيها بالقزانة ولا تثنيها بالقبة ما عندها حتى عمل، وانت يا الراجل اللي ديتها بالصيارة واستنيتها ما عندك حتى عمل غرك تضيع في روحك وهي راهي تضيع في روحها. إذا كان الإنسان ما عندوش التوحيد الخالص لوجه الله لا يعرف إلا الله تبارك وتعالى هذا غير ما يتعبش نفسه وما يقدرش يصبط في الأرض يروح على روحه يريح في داره سلو. المشرك يا إخواني الكرام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه ولو راهي يضيع في نفسه باطل. لذلك الوصول النساء خاصة ونوصلكم انتم عامة لان العصمة في ايديكم، مرتك راي في يدك وبنتك راي في يدك ويماك طيعها في حدود الشرع. فهمنا كيف؟ لانك انت اللي عقدت وانت اللي ولدت ماشي المرأة اللي عقدت عليك. فهمنا كيف؟ انت اللي عقدت عليها وقفها عند حدود الله. اذا لم تتوقف عند حدود الله النساء الحمد لله كثيرين ودار بابها موسوعات وحد دار بابها. فهمنا كيف؟ لذلك الشرك يا اخواني الكرام ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء، خلي قولها لكم بالعامية وتقولوا الشيخ ما يستحيش ولا يستحي اللي بغيته. فهمنا
يقول ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء يتراجحوا عند القبور يتشاطحوا ويتراجحوا باللحم تاعهم، كاينة ولا ما كايناش؟ واللي يكذب يروح نهار العيد وعاشوراء السيد عبد الرحمن الثعلبي غير احنا، لو كان ما يقش النساء يتشاطحوا عند قبره يقول الشيخ كذاب. فهمنا كيف؟ قال اخر الزمان قبل ما تقوم الساعة يولوا النساء يتراجحوا ويتشاطحوا عند القبور، كاينة ولا ما كاش؟ راهم يرقصوا عند القبور ويتشاطحوا ويلحسوا، فهمنا كيف؟ ويجيبوا لك انت يا الراجل الطعام نتاع الموتى تاكله وتولي لسانك خارج وتولي كيف ضبع ما تفهم والو غير الطبع الامام وهكذا، ويقول لك واش عندي؟ فهمنا كيف؟ ما عنديش اسبوعين من اللي كنا في المقبرة هنا حدثني الحارس وراجل ثقة، قال لي يا ودي انا على نيتي، قال لي واحد الربع ايام ولا خمسة وهو واحد القسعة كبيرة فرغوها فوق القبور وجالسة، قال لي انا واش قلت؟ قال قلت على نيتي، اسمعوا مليح، قال قلت انا على نيتي بلي هذه الناس جاوا اكلوا وشبعوا والفضلة فرغوها فوق القبور، على ما عدناش الفضلة وين تترمى؟ كترمى في الوطية يجوزوها وش ياكلوها. قال لي هذه على نيتي انا. قال لي واحد النهار انا جالس وهي جات مرأة مؤمنة مرة رايحة للطريق رايحة لخدمتها رايحة شغلها، قالت له اسي الحاج اسي الحاج، قال لها نعم، قال لها هذا، قالت له ذاك الطعام اللي راه فوق القبور علاه؟ قال لها يا ودي راهم شبعوا ولحوا للزواوش. هي قالت له يا النية، هو نية كيما احنا نية ثاني؟ قال له ايه يا الزا، قالت له للزواوش، قالت له هذاك راهم يستناو سبع ايام تمر عليه ويجوا يلايموه ويبيعوا الحبة بكذا الف، لايموا راهم يجوا يسحروا به. وراح فتتو لماذا؟ شوفوا النساء تاعنا، وهذه هذه المرأة اللي يديرها الشيلة تلقاها تصلي وتصوم وتحج وتعتمر، لقيناهم ثم يا اخواني الكرام واش يجوا يشروا؟ يجوا يشروا التاتا ويشروا ضرب الضربان ويشرونا بالكلب ويشروا كذا، فالحاج يحوصوا على الكفاتف تاع الهنودة ويروحوا للهنودة للديار تاعهم للعزيقة معاهم، وهذوك ماجوس والاخرين ماجوس ويشروا عليهم يا اخواني الكرام العقاقر تاع السحر، يروحوا للباكستان وللهنودة والسالكات، لأن الحجاج يجوا كل واحد واش يجيب معاه، هذا اللي يجيب الخير وهذا اللي يجيب الشر، من كيف هما يروحوا يشروا عليهم هذوك والعياذ بالله العقاقر تاع الشر ويجيبوها يقول لك ها جابتها من الحج يا سيدي، كيف ما تجوزش هذه؟ جابتها من الحج، كل حاجة موجودة في الحج تجوز، وغدوة تلقى حلو بحسن الناس يدور في الحج تقول لي ناكلوا لأنه في مكة يدور. لا يا أخي العزيز، الحرام حرام سواء كان في مكة ولا المدينة ولا في القدس ولا عندنا، الحرام لا يتقيد بمكان ولا بزمان، الحرام لا يتقيد بزمان ولا بمكان، الحرام حرم ربي في الأزل سواء الأرض نقية ولا مش نقية، أرض مقدسة ولا غير مقدسة، الحرام حرام. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام لهذه الظاهرة التي فشت فينا والعياذ بالله، النساء انت حملتها نرى مهملين عند القبور وعند المواسم، تكمل الموسم هذا ترجع للموسم الآخر وهكذا، والرجل يشري في الكباش ويشري والعياذ بالله في الجاب ويشري في العتارس ورايح معها، لأنه خلاص وكلت له طعام الموتى خلاص ما بقاش يرفد بالراس. فمن كيف؟ وهذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نبه عليها، ومن علامة الساعة وراي بانت باش تشوفوا الصحيفة النبوية لا تنطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أمر سيكون رغم أنفنا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم أمر راه كاين، واللي يكذب بيروح يشوف، يطلع غير منا شوية للغرب بواحد المئة كيلومتر ويطلع منا للجنوب واحد المئة كيلومتر ويشوف النساء يترادحوا عند القبور، وكي تجي تقول اتقوا الله يرتفوك بالمطارق لأن جبت لهم دين جديد وهما راهم في الدين الصحيح. فهمنا كيف؟ يا إخواني الكرام انتبهوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قال اطلعت على النار فوجدت أكثرها النساء، قال أنا شفت النار لقيتها معمرة غير بالنساء. من هذه المصيبة يا إخواني الكرام النص راهم فاجرات في الشرك والنص راهم فاجرات في لامودا، والنص الصغير اللي راه داخل هذو اللي راهم مؤمنات الله تبارك وتعالى إن شاء الله يعصمهم ويعصمنا معهم إن شاء الله. فمن كيف؟ والباقي إما راهم أوروبيات كافرات راهم متبرجات في الشوارع، وراه الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم وقال لعنهم الله القوم قوم لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعلوهن فإنها ملعونات. هذا نصف راهم عن النصارى
والنصر الثاني راح مع المشركين راهم يعبدوا القبر تلبس من فوق للتحت وما يبان منها والو، ولكن تدي القصعة وتطوف عند القبر وتروح تقزن وتروح تشوف. هذو نفس الشيء رايحين مع المشركين وبقوا نساء في الوسط مع المؤمنين. هذو الله تبارك وتعالى إن شاء الله يحفظ دينهم ويحفظ ديننا إن شاء الله، وأن يثبتنا ويثبتهم على التوحيد حتى نموت ونحن على ذلك. إذن يا إخواني الكرام هذو هما النساء تاعنا، انقسموا على ثلاثة، نص راح مع النصارى ولا متبرجات هاملين في الشوارع ما يدخلوا الجنة ولا يشموا ريحتها، والنص راحوا مع المشركين مع الشمع والبخور والقزالة، والجزء الثالث اللي هو البسيط اللي صغير مرة راه في الوسط راه مع الإيمان وراه شد هكذا، راه شد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كي شغل اللي شد على الجمرة. همنا كيف؟ بالأخص النساء يا إخواني الكرام، النساء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ضعيفات عقل ودين، أو ناقصات عقل ودين، ناقصة في عقلها وناقصة في دينها. ربي سبحانه جعل زوج نساب راجل، فمن كيف في الشهادة لما لقيتش اللي يشهد معاه ولقيت غير راجل واحد جيب راجل وجيب زوج نساء، فمن كيف هكذا ربي قال ماشي احنا اللي قلنا، لأن ربي سبحانه هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فمن كيف ممكن هذاك زوج نساء اللي يجيبه بوحدة تنسى تقول انا ما شهد ما هات ما كذا، الاخرى تذكرها تقول انا نسيت نعرف فلان اللي شهدنا مع فلان باللي شرى وباللي باع تفكرها. بينما كي يكونوا زوج رجال خلاص تغنيك، اذا ما لقيت زوج رجال ولقيت غير راجل جيب راجل وزيد شهد خالتك مع عمتك وتوكل على الله، ما تقول غير عمتي برك، لا ممكن عمتك تنسى ورزقك يروح. فمن كيف لذلك فهم ناقصات عقل ودين. من ناحية العقل المرأتين يعدلان راجل، ومن ناحية الدين المرأة تجلس الشهور وهي مريضة والأيام وهي مريضة فلا تصلي ولا تصوم، فذلك هو نقصان دينها، نقص في الدين الدعاء. بينما أنت يا الرجل لم يعذرك الشرع في لحظة من لحظاتك أن تترك الصلاة، ما عذرك حتى في لحظة باش تترك الصلاة. بينما المرأة إذا مرضت عذرها الشرع، نفست ولا ولدت خلاص افهمنا كيف، أو حاضت خلاص تبطل الصلاة تبطل الصيام حتى تبرأ، هاي نقصت صلاتها هاي نقصت دينها. فهمنا كيف؟ إذا النساء ناقصات عقل ودين، لذلك احنا ننبهوهم فهمنا كيف، ونقولوا لهم باللي انتم يا النساء المؤمنات اللواتي استجبنا لله ورسوله وعمرتم المساجد بحق، احرصوا على دينكم واثبتوا على دينكم فإنكم على حق. فلا تنظرنا إلى المتبرجات النصرانيات اللي راحوا مع النصارى، ولا كذلك تلتفتنا إلى المشركات اللواتي يعبدن القبور والجزانات وغيرها، وإنما ثبتنا على التوحيد ولتتخذنا قدوة، وهن النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ديروا قدوة، يعني ديروا مذهب تبعوه، وهما نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تبعوا خديجة رضي الله تعالى عنها، تبعوا عائشة، تبعوا ميمونة، تبعوا حفصة، تبعوا أم سلمة، تبعوا أم حبيبة، تبعوا هند، تبعوا زينب، تبعوا أم كلثوم، تبعوا رقية، وهكذا. هادو هما القدوة تاع النساء تاعنا، كيما يديروا النساء تاع كيما يديروا هاد النساء، إلا بغاو النساء تاعنا الفلاح يتبعوا هاد النساء، وإلا تبعوا النساء تاع الشرك ولا تاع النصارى يضيعوا. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام احنا كيما الله تبارك وتعالى جعل لنا قدوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، كذلك جعل لنسائنا قدوة. والنساء تاعنا وش يتبعوا؟ احنا نتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعوا الصحابة. طيب والنساء تاعنا يتبعوا الفاجرة تاع أوروبا ولا المشركات تاع بلادنا؟ والعياذ بالله. النساء تاعنا كذلك يتبعون نصارى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون نصارى الصحابه، لان واحد الحاجه رانا نفرطي فيها بزاف، نصلوا ولكن نبغوا الكافرات والفجار والفاجرين والعياذ بالله. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب قوما حشر معهم، هذه والله غرنا فرطين فيها وما نش عارفين هوشنا، اللي يحب ربعه يحشر ربي معهم. باش تحرصوا يا اخواني الكرام رجال ونساء لا تحبون الا الله ورسوله والصحابه الكرام والمؤمنين الخلص. الى الانسان حب اي جماعه يوم القيامه ربي يحشر معهم، ما يقولوش لا انا بطلت انا نحشر الدنيا هذا الصحابه نروح معهم وقتها. فمن اكيد اللي راك تحبهم في الدنيا يحشرك ربي معهم في الاخره.
من أحب قوما حشر معهم. فمن كيف اللي يبغي جماعة يحشر ربي معه، تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يحشرك ربي معه، تبغي أصحاب الكورة واللي يديروا مناقش في وذنهم ويظلوا هذا سوى أنت تهيص معهم يوم القيامة يجمع حملك ربي يقول لك هاهم وراهم، هاهم أصحاب الكورة، هاهم الفنانين، هاهم المغنيين، هاهم حزب الشيطان، يلا روح معهم. يقول لك لا لا بطل، الملائكة تشدوا تكركروا على نفوه تحطوا معهم. فمن كيف ما قاش نعاود ما قاش نعاود، واللي يحب ربي سبحانه ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أولئك القوم لا يشقى جليسهم. اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، اللهم بحبك نحبك ونحب رسولك ونحب صحابة رسولك، اللهم احشرنا معهم ولا تخالف بيننا وبينهم يا أرحم الراحمين. احنا نحب ربي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة، يا رب احشرنا معهم. أما أعداء الله فليس بيننا وبينهم إلا العداوة والبغضاء، إلا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام اتخذوا قدوة، لأن يوم القيامة يغربلنا ربي سبحانه. دنيا هذه رأي فوضى، فهمنا كيف الأرانا فوضى، رانا نصلوا كيف كيف وخوا كيف كيف، ولكن يخرج كل واحد وين يروح، اللي يروح للممثلين واللي يروح للمغنيين واللي يروح للكورة، ولكن استمعوا عند ربي والله ما كاين الفوضى عند ربي. تعرفوا الغربال لما تعود تغربل انت وكل حاجة تخرج وحدها، هكذاك يوم القيامة الغربال لما يجمعنا ربي فالمحشر يغربلنا، المؤمنين وحدهم، الزنادقة وحدهم، المشركون وحدهم، حزب الشيطان وحدهم، حزب الرحمن وحدهم، ما يجيش احد يهرب منه ويتخبى منه، ما كاينش. وقلت لكم الدنيا هذه رانا نفسين حوايجنا، حتى واحد ما عارف قلوبنا واش فيها، واحد راه معانا مسلم ولكن القلب تاعو يطحن على الكفر ويطحن والعياذ بالله على خراب الاسلام، ولكن احنا ما في قولوش، والرسول صلى الله عليه نفسه ما عارفوش وجزء معه منافقين، ولكن عند ربي وعند ربي يفصل بيناتنا ويخرجنا. وقريت لكم انا آية وشرحتها لكم ولكن نسيته في سورة الطارق، واش يقول ربي سبحانه؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واش معنى الكلام هذا؟ نسيتوها. يوم تبلى السرائر، واش معنى السرائر؟ السرائر جمع سريرة، وهي ما يكنه الإنسان ويسره في قلبه فلا يعلم به أحد إلا الله. هذه هي السرائر. يوم تبلى يعني تكشف وتظهر وتختبر وتولي الداخل كما برا. قلبك برا احنا نشوفو جسدك ونشوفوك طويل عريض، ولكن قلبك ما نعرفوش هل راك معنا ولا ضدنا. يوم القيامة يبان، يخرج ربي قلبك يقول لهم هذا اللي كان يجلس معاكم شوف وراه خبيث عاد والله، ديروا مع حزب الشيطان. فهمنا كيف؟ يوم تبلى السرائر، يوم القيامة يكشف ربي القلوب. واش غير هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. هذه احنا ما ناش عارفينها. وردوا بالكم واحد منكم يغلط يقول الشيخ راه يقول احاديث ضعيفة ولا مكذوبة. اقسم بالله ثلاثة لو ما نتيقنش بالحديث باللي صحيح 100% والله ما اقول لكم، مش حتى 99% 100%. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غدار يوم القيامة، هذا اللي راه داخل مع المسلمين ويخدعهم، ينصب له ربي واحد الراية اعلام عند راسه ويقراها الناس وينكشف وينفضح. انت هو؟ يقول انا هو، انا هو كنت نخدع فيكم. انت هو؟ قال انا هو. الاعلام فوق راسه هذه غدرة فلان ابن فلان. فهمنا كيف؟ يوم القيامة ربي يغربلنا ونطلع شكون احنا، فهمنا كيف؟ لذلك حب ربي وحب الرسول وحب الصحابة، باش لما ربي يكشف القلب تاعك للمؤمنين يلقاك صحيح كنت معاهم وتحبهم، ماشي منا يتقعيها رضي الله عنهم، ولما تروح عليها تروح للفوتبال وتسب في ربي معاهم وتسب في الدين وتسمع في الغناء وتسمع في الموجون والفجور وتبغى الممثلين والمغنيات وهكذا، وفي الاخر تسمع الله اكبر جي تصلي معانا تنافق. لا يا اخي الكريم، الاسلام هذا خذوه كله او دعوه كله، كون مع حزب الرحمن 100% ولا اجلس مع حزب الشيطان. فهمنا كيف؟ لذلك يوم القيامة ربي يفصلنا، ولا تنفع هناك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وإنما ينفع الولاء والبراء هو الأول. فهمنا كيف؟ من اللي حب ربي يجي منا، من اللي حب المشركين والطغيان والكافر.
يا غلط كما رم يفهموا بعض الناس يقول لك الشيخ قال من كيف لأنه كما قال العلماء وما آفة الأخبار إلا رواتها الأخبار المرض بتاع الأخبار منين من الروات قال 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 ما نشعر في إلا قال ولا ما قال لذلك استمعوا مليح واش راح نقول المرأة هذه إذا كان بغات تنحش فيها مشعرها من غير الحلاقة أما الحلاقة فاجرة فلا ينبغي أن نذهب إليه مهما كانت ولو تروح للحج ألف خطرة فهمنا مرأة في دارها بغت تقص شعرها شوية أبشر أن لا تتمثل بالرجال ثانيا أن لا تتمثل بالفجرات تاع أوروبا عندها شعرها طويل عسبها القردون هذا كما تقولون دوما أبغات تتنقص شوية بحيث ما توليش كي الراجل وما توليش كي الفجرات تاع أوروبا العلماء قالوا ما فيها باس أن تقصر قليلا من شعرها لأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم كما ورد في صحيح مسلم وأنا هذا الحديث هذا ناقشت به أحد كبار القضاة في المدينة اللي هو الشيخ عطية سالم لما قال لا يجوز وقلت له يجوز وجبت له الحديث قال الحديث هذا ما بلغنيش وجبت له من صحيح مسلم وزاد دار وعاودها وقال نعم مادام عندنا حديث صحيح والشيخ جابه في الحلقة تاعه وقال يجوز إن شاء الله لأن هذا الحديث صحيح والنساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم داروه ولكن الصبر ما يجيش واحد يقول لك ها هم داروها نديروها كيفاش داروا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحنا غير حاجة إلى الزينة صبحوا ما يتزينوش لأن رجلهم مات لما يتزينوا لأن النساء المؤمنات كانوا يتقيدوا بالزينة لزواجهم ماشي حنايا كيما احنا النساء تاعنا يتزينوا لبرا كي تكون في الدار مع رجلها دايره كي الفحام كي يقولها العرس تسكم وتجي خارجة فهمنا كيف هذه هي المصيبة تاعنا لأن ولاو النساء تاعنا يزوقوا لبرا للديار للطريق الواسمون باش النساء يشوفوها كيفاش لابسة منين جابت العقاش هذا منين جابت القاطفة هذه وكي تكون في الدار كل يوم عصبة بالأحمر وكل يوم في لك حال ولا مانيش عارف والراجل كل يوم يشوف ريحة البصل وريحة الثوم وهكذا وهكذا بينما المرأة المؤمنة فلا بد أن تتزين لزوجها أما إذا خرجت برا كما كانت النساء الأوائل كنا يخرجن تافلات هيئاتهن كما يكونوا في الدار ما يخرجوش بالزينة تاعهم النساء الصحابة كانوا يخرجن تافلات يعني بهيئة ما هي لا جديدة ولا قديمة بزاف هيئة عادية بينما احنا النساء تاعنا لا الداخل دارها مقطعة مشلقة وبرا كما يقولوا قمر ما كان لا قمر ولا 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 واسمه فهمنا كيف لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم إذن المرأة هذه النساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شافوا رواحهم ما يحتاجوش يزينوا الرسول راح لما يزينوا نقصوا الشعر تاعهم شوية والحديث هذا ثابت في صحيح مسلم نقصوا الشعر تاعهم شوية بحيث ما يتشبهناش بالرجال وبحيث ما يتشبهوش بالكافرات اليهوديات والنصرانيات ولكن الآن يا إخواني الكرام أصبحت المصيبة كبيرة ورام النساء ورام يجوا يصلوا ويروحوا للحج وغيرهم وهي محفة كالراجل تحفيفة كما رام يسموها في أوروبا تحفيفة الترافولتا ولا تحفيفة الديك فمن كيف وراي تدفع عليها بالخمسين وبالمئة ألف وتحفف وتعاود وما نعرف الرأس هذا لا رأس راجل ولا رأس امرأة فمن كيف لو كانوا العياذ بالله في حوادث وقعت حدثوني الناس وحوادث وقعت والقورسان طائرين ما عرفوا لا رأس الراجل من رأس المرأة باش عرفوهم بالمناقش باش عرفوا بلي هذا بوزلوف تاع راجل وهذا بوزلوف تاع امرأة ها هي المصيبة يا إخواني الكرام ها هي المصيبة تاعنا وين راهي فهمنا كيف إذن المرأة اللي تحفف بالحفافة هذه حرام عليها وقد فعلت أمرين كلاهما محظور وكلاهما محرم فهمنا كيف أولا أنها تشبهت بالرجال هذا المرأة اللي تحفف التحفيفة اللي تنحي كامل وتولي تشبه في الرجال ارتكبت أمرين اثنين وهما محظوران وكلاهما يدخل النار
ولو صامت وصلت وقالت انها مسلمه، لان الاسلام ماهوش كلام، الاسلام قلب يخرج برا تخدم به، فمن كيف؟ اما قضي اسلام وكذا صلي وصوم هذه ما تنفعش عند الله يوم القيامه، الاتباع هو اللي ينفع. ان المراه اللي تحفظ الحفاظه هذه ارتكبت امرين، الاول على انها تشبهت بالرجال، والمراه التي تتشبه بالرجال فهي ملعونه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال. الله يلعن الرجال اللي يتشبهوا بالنساء، والله يلعن النساء اللي يتشبهوا بالرجال. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، قال الله ينعل المرأة اللي تترجل، فمنها كيف؟ وهذه كي حفت الحفافة تاعها هذه راهي تترجل، فمنها كيف؟ راهي تترجل يا إخواني الكرام. وإذا ترجلت فهي ملعونة، وإن صامت وصلت وزعمت أنها مسلمة ما ينفعهاش ذلك، لأنها تركت سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يشغل سنن الرسول، وإنما تركت فطرة الله تبارك وتعالى الذي خلق لها شعرا طويلا وشعرا منفوشا، فقالت له: يا رب لا احتاج شعرك، وانما اجعل شعرا كشعر اخي ولا كشعر عمي ولا بابا، فمن كيف؟ اذا انتبهوا يا اخواني الكرام. ما هو الامر الثاني؟ على انها تشبهت بالكافرات الماجنات السافلات العائرات الاوروبيات، ومن ورائهن اليهود. اسمعوا مليح، اليهود يا اخواني الكرام هم من وراء كل مصيبه. هذه الموضه والتحفيفه واللبسه شكون موراها؟ موراها يهود عايشين في باريس وعايشين في تايوان وعايشين في هونغ كونغ، فهمنا كيف؟ هذه الناس واش خدمتهم؟ هم من وراء الازياء العالميه، صيف الربيع واش يزملوا يديروا له، واش يزملوا يخيطوا ويرسلوا للنساء، التحفيفه تاع الشهر هذا واشنا يخرجوها في الجرائد ويخرجوها في كذا ويرسلوها، وهم كلهم يهود، ومن جملتهم هذا العدو الله الكبير اللي يسموه كريستيان ديور ويسموه جاك فتح ويسموه كارتي، هذو كلهم يهود عايشين في باريس، يكسبوا الملاير اللي ما يعلم بها الا الله، يعاونوا بها اليهود ويخدموا بها الدولة اليهودية، وفي نفس الوقت منين يجيبوا الفلوس؟ يجيبوها من الدول المسلمة. من كيف؟ لما تروح لمكة تحج تلقى الفسق نتاع تايوان ونتاع تايلاند موجود في مكة وتشريع وتجي، فمن كيف؟ لأن ما كاش الإسلام اللي يحرس الأسواق واللي يحرس كل شيء، فمن كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، من وراء كل موضة ومن وراء كل تحفيفة اليهود الذين تمركزوا في باريس خاصة، وفي تايوان خاصة، وفي هونغ كونغ وتايلاند خاصة، وهؤلاء على رأس الأزياء العالمية، صيف الربيع واش يلزملو، الشتاء واش يلزمها، الصيف واش يلزملو، ويرسلوا اليوم أسترها يبان، غدوة ظهرها يبان، اليوم ركبها تبان، غدوة من ديك الركبة اللي من تبان، وهكذا يلعبوا بالنساء ويلعبوا بأعراضنا، واليوم التحفيفة اليوم كالراجل، غدوة من ذاك يسبع، غير غدوة من ذاك يضبع، وهكذا، فمن كيف؟ لذلك انتبهوا، فمن ورائنا اليهود الذين آلوا على أنفسهم أن يخربوا أخلاق المسلمين وأن يأخذوا فلوسهم. إذا المرأة اللي راهي تحفف كما الراجل ارتكبت محظورين كلاهما في النار، المحظور الأول تشبهت بالرجال وهي ملعونة، الأمر الثاني تشبهت بالنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم. اللي يبغي جماعة يحشر معهم ربي يوم القيامة، لما تنوض بنص شعر هذاك ويحشرها ربي بنص شعر، وكما قلت لكم ماشي يحشرها ربي وقيل لك يتحفف وبعدين لما تنوض يحشرها ربي بشعرها الطويل، بالك وانت غلطوا، ها بالك وانت غلطوا، تقولوا ها يا اخي تموت، يرسلها ربي بشعرها طويل كما كان عندها، والله الذي لا اله الا هو غير كما حفت كما تتبعث. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ كما حلقت كما تبعث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: المرء يموت المرء على، يبعث المرء على ما مات عليه. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ يعني الانسان كيما يموت كيما يتبعث، كيما تموت كيما تتبعث، تموت تنفلق تبعث تنفلق،
تموت تذكر الله تتبعه تذكر الله، يموت يغني تتبعه يغني، تموت محفة تتبعه محفة، وهكذا. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقولي. لما تتبع يا إخواني الكرام بنص شعر، فهمنا كيف؟ وتشوف نص الصحابة وتشوف المؤمنات وتجي رايحة معهم، يقول الملائكة لا خافينك، هذا من المسألة الأوروبية اللي كل يوم تقرأ الجريدة وتشوف الموضة اللي جات جديدة الديرية وتشوف التحفيفة اللي طلعت جديدة تحفيها، وراهم جماعتك اللي كانوا يرسلوا لك من خارج الورق ويرسلوا لك المجلات في الجريدة، هذو هما روحي ليهم. تقدموا يا إخواني الكرام، تقدموا، خلوا الفوز على إخوانكم، بارك الله فيكم. فهمنا كيف؟ الأذان؟ طيب أذان. أتبقى من أسئلة هذه المرأة جزاها الله خير اللي سألت عن الحفاف، أبقى لها السؤال الأخير، لأن لماذا أنا ركزت على هذه الأشياء؟ لأن الآن يا إخواني الكرام مصيبتنا الآن في بيوتنا، لأن إذا صلحت البيوت صلح المجتمع، وإذا خربت البيوت والعياذ بالله خرب المجتمع. المرأة هي رأس البيت، إذا صلحت صلح البيت وإذا خربت خرب البيت. لذلك نحن نركز على عنصر المرأة، والمرأة هذه يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما ليست جنسا جاءنا من المريخ أو من كوكب آخر، بل هي امرأة تجلس معنا وتعايشنا، كيف هي أمنا وأختنا وزوجتنا وعمتنا وخالتنا وهكذا. هذا المرأة، لذلك وجب علينا أن نركز على هذه المسائل. السؤال الأخير تقول لك ما الحكم في الغناء والرقص في العرس؟ فهمنا، المرأة هذه تسأل على الغناء وتسأل على الرقص، أشطيح في العرس. الغناء يا إخواني الكرام لو أقول لكم تتعجبوا، ونقول لكم وأنا صادق في قولي وابحثوا واسألوا بلك حاجة تجيكم جديدة. تدروا الغناء يا إخواني الكرام إذا قلت لكم أنه حرم قبل الخمر والزنا ما تتعجبوش، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الغناء حرم قبل الزنا وقبل الخمر. الغناء واحد يقول عليها الشيخ، أنا نعطيكم الحكمة من عندي، إذا أصبت فمن الله وإن أصبت فمن نفسي وإن أخطأت فمن نفسي. علاش ربي حرم الغناء قبل الشراب وقبل الخبث كله؟ علاه؟ نقول لكم علاه، من عندي بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء القريش واش جاب معاه؟ جاب معاه القرآن، والقرآن يا إخواني الكرام الأداة التي يتقبلها الإنسان به، ما هي؟ الأذن. القرآن باش تشوفه، باش تتقبله، باش تتسوغه وتتذوقه، باه بكرشك تاكله تحسه وتشمه، لا تسمعه بأذنك يدخل قلبك يتحرك الجوارح تاعك، صح ولا ما هو صح؟ إذن الأداة هي الأذن، بينما الشراب والفسق عنده أدوات أخرى باش يشربوه باش يتحسوا به، والغناء باش يحسوه باللسان ولا بالعينين ولا تشمه، الغناء باه تحسه بالودن، صح ولا لا؟ ولا الغناء نشموه ما نشموش نسمعوه. إذن راه جاء القرآن اللي هو كلام الله كلام الرحمن، هاو جاي ويتلقى بالأذن، وما زال عندنا كذلك قرآن تاع الشيطان يتلقى بالأذن، لذلك الله تبارك وتعالى حرمه حتى الأذن هذه ترمي الوسخ وما ترفد إلا الطيب، بينما الخمر راك تشربه بكرشك وبعدين واحد يشربه في الوطالية ويخمر ويضربه بنعسة حتى يشبع وينوض ويروح لداره، ما صار ولا شيء. ولكن إذا ربع جالسين يغنوا والآخر يمدح لهم ويضرب لهم في السيترة ما سمعوا حتى قرآن، راهم جالسين يغنوا وجالسين، وكي يقولك لا هذا السليترة تاع ناس واش راك تهدرنا، هذا القرآن هذا كيحل القلوب هذا كينوض القلوب، خلينا نسمعوا السليترة ونسمعوا كنبري مع هذا الرجل احسن لنا. لذلك جاء الشرع وقال نسبقوا في هذه الاشياء هذه التي يتلقاها الاذن
أن نحوها من الأذن حتى تبقى الأذن لا تتلقى إلا قرآن ربها. فهمنا كيف؟ نحى الغنى اللي تتلقاها الأذن وخلى الأذن ما تسمعش غير كلام الله. سمعت ولا ما سمعت؟ هذه هي الحكمة. لأن لو كان خلى الأذن تسمع منها القرآن ومنها تسمع الغنى يصبح عندها تضارب ويصبح عندها تمييز. وبعضهم يقول لك لا احنا جربنا نروحوا عند هذاك اللي يضرب الجنيبري احسن له، احسن لنا، خلينا من محمد وخلينا من القرآن نتاعه. ولكن لما جاء ربي سبحانه قال لهم لا، غير واحد يقول للشيخ اقرأ لنا القرآن هذا اللي حرم الغنى، نقول له نقرأ له القرآن الحمد لله موجود. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه آية في القرآن. ومن الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث بإجماع المفسرين، واللي عنده التفسير يروح يقرأ تفسير تاع المتقدمين وتاع المتأخرين. ما هو يا رب لهو الحديث؟ هذا الذي يشريه الإنسان لكي يموه على القرآن. ما هو؟ هو الغنى، هو الغنى بإجماع المفسرين. الله تبارك وتعالى قال بعض الناس يجيبوا الغنى باش يغنوا للناس باش يصدوهم عن القرآن. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى توعدهم بالنار، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا توعد الله تبارك وتعالى بالعذاب المهين دلالة على أن هذا الأمر فيه معصية كبيرة وفيه كبيرة من الكبائر، فهو محرم. كما قال تبارك وتعالى وأنتم سامدون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقرأهم عليهم القرآن كانوا يسمدون. والإسماد يا إخواني الكرام بإجماع المفسرين أنها الغنى، بلغة حمير، بلغة قدماء اليمن. يقول قدماء اليمن أسمد لنا فلان وسمد لنا فلان، يعني غنى لنا. قال ربي سبحانه لما يقرأ عليكم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم تسمدوا تروحوا تغنوا. لذلك الله تبارك وتعالى لهذه الحكمة حتى لا يترك الآذان تضطرب في السماع، فتارة تسمع الغنى وتارة تسمع القرآن، فحرم القرآن حتى الآذان هذه تبقى صاغية لقرآن الرحمن وحده لا شريك له. سمعتوا الحكمة؟ علاش؟ وبعدين في المدينة حرمت الخمر وحرم الزنا وحرمت الفواحش ما بقى والربا وغيره، بينما الغنى حرم في مكة. فهمنا كيف؟ كل الآيات المكية التي حرمت الغنى نزلت في مكة. فهمنا كيف؟ وأنا قلت دائما ولا زلت أقول، تعرفوا يا إخواني الكرام شحال عندنا وإحنا نغنوا؟ تعرفوا شحال عندنا وإحنا نضربوا في الجنيبري؟ عندنا 12 قرن ما يكفيناش. يكفي 12 قرن وإحنا نغنوا ورانا اللور ولا رانا القدام؟ والله غير رانا اللور، بالك كنت غادي تقولوا رانا عزال، رانا أذل من الذباب وأذل من الناموس في نظري كفر. والله تبارك وتعالى رمانا. فهمنا كيف؟ ربي سبحانه رمانا لأن ما جيناش عليه حقيقة، ما جيناش لعنده حقيقة. القلوب معمرة، الأجساد معمرة الجوامع، والقلوب كل واحد قلبه وين راه، القلوب ما هيش مع ربي سبحانه. ونقول لكم لو كان غير صحاب الجوامع وحدهم، ما نعذروش على صحاب التبارن وصحاب البحر، صحاب الجوامع غير في القطر الجزائري كمثال، صحاب الجوامع برك يقولوا ملاح كيما رانا في الجامعة هكذا عاقلين، نخرجوا للسوق عاقلين، نروحوا لديارنا عاقلين، راهي الإسلام استغفر الله يا ربي يبقى شهر ويجيوا الدولة الإسلامية تنور. ولكن احنا إلا شفنا الجوامع معمرة تغص بالذاكرين والمصلين، ولكن مجرد ما ينفضوا خلاص كل واحد يرجع للدنيا يعبد فيها كما كان، وكل واحد يقول لي ما عنده علاقة بالشي اللي كان يسمعه. فأصبحت عبادتنا والعياذ بالله كعبادة النصارى. النصارى لما يخرج من الكنيسية قدامها تبرنا يروح يعمر راسه، كي تقول له انت علاه يقول لك لا هذيك نار الحد نجي نصلي، دروك خلاص الحد كمل ما عندي علاقة بالكنيسية. فهمنا كيف؟
كيف هذاك احنا يقول لك حتى الجمعه الجايه ونزيدوا نبيضوا العبايه ونجوا، فهمنا كيف؟ بينما ما عندوش علاقه بالشيء اللي كان يسمعه وبالشيء اللي شافه وبالشيء اللي كان يتربى فيه في الجامع، لان هذه المساجد يا اخواني الكرام وهذه الجمع والجماعات فهي مدارس تربيه عظيمه، وإلا كل واحد يصلي في داره. ما هي الفائده في اجتماعنا يا رب؟ ليش نتلموا احنا بربكم؟ ليش نتلموا؟ كل واحد يصلي في داره، ولكن نتلموا للوعظ والارشاد ولسماع الذكرى ولتآلف القلوب وللنظر في بعضنا البعض، لاننا نحن اخوه متحابون في الله اجتمعنا عليه وتفرقنا عليه، لذلك فهكذا نكون في المجتمع وهكذا نكون في البيوت وهكذا نكون في الصناعه وفي التجاره وفي غيرها، نكون عباد الله متحابين بهذا. الله تبارك وتعالى ينصرنا. لو احنا غير اهل المساجد وحدهم صلح امرهم لكان البلاد كلها تصلحت، ولكن يا اخواني الكرام احنا اصحاب المسجد ما ناش صالحين، فما بالك بالناس تاع الدبار والعياذ بالله والناس تاع الشواطئ، فهذا حدث عن البحر ولا حرج. لذلك يا اخواني الكرام نرجعوا، قلت لكم عندنا 12 قرن واحنا نغنوا يكفي. من اللي راح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت القرون الأربعة المفضلة 400 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدعوا لنا الغناء في العراق وابتدعوا لنا في الأندلس وضاعت الأندلس وضاع كل شيء. وأنا نعطيكم مثال واحد، أنا نعطيكم مثال واحد باش تشوفوا تكونوا على علم. الأندلس هذه خلينا الأجوبة هذه بعدين نجاوبوا عليها، نزيدوا نكملوا على الرقص. على الرقص قالت لك هذه المرأة بغات ترقص. الرقص يا إخواني الكرام اللي تسموه أنتم شطيحة حرام، عرس ولا غير عرس، لأنني والله الذي لا إله إلا هو أنني قرأت عدة مجلات وعدة كتب، هذو المغنيات العالميات من جملتها كلتوم، من جملتها كذا، كثير تدري كيفاش بداوا؟ ومعظم النار من مستشغر الشرر، فهمنا كيف؟ كي تشوف الدنيا شعلت ليها القضية تاعها قرد زلاميت، برك، ماشي قنبلة ذرية، لا شفت النار شعلت كبيرة، قرد زلاميت، برك هو اللي شعلها، فهمنا كيف؟ هذه البنت الصغيرة مولات 6 سنين، علمها الرقص، علمها الغنى، حتى ولات فنانة عفنة كبيرة للعالم كله، فهمنا؟ وكلتهم كيفاش خرجت بينها وبين القاهرة 800 كيلومتر، عاشت في الصعيد وتربت في الصعيد وفهمنا كيف، وقرأت القرآن في الصعيد 800 كيلومتر بينها وبين القاهرة. لما يجي المولد النبوي الشريف يجيبوها علماء السوء، احنا المولد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعيدوش به بالجو وبالأذكار وبالخرافة وبالبندير كما يديروا بعض الناس، فمن كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حي في قلوبنا، ما يحتاج الى نسيان حتى يعقب السنه ونتفكره، احنا دائما الرسول حي في قلوبنا ما ننساهوش، وانما عيد على الحاجات اللي تنساها. جدك لما يعقب عليه 100 سنه ولا 10 سنين يقول فكرته وتروح تعيد عليه، عيد عليه دبر راسك، بينما احنا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حي في قلوبنا، والذي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قلبه هذا ليس بمسلم، ما يتعبش نفسه، فمن كيف؟ هذا المراه هذه يجيبه علماء السوء، هي كانت صغيرة جارية في عمرها 10 سنين، يقول لها يا الله في المولد يا الله غني لنا شوية، يا الله مدحي لنا شوية، وتمدح لهم وتغني لهم وتشتح لهم بشوي، حتى بشوي بشوي سمعوا بها في القاهرة، جاءوا خزروا بها أدوها بابها، قال لها لا إلى رحت راني باري منك، وقاتلوا ابرا ولا ما تبراش، فهمنا كيف؟ وتبرى منها بابها وحاوزها وأصبحت من كبار والعياذ بالله المغنيات الفاجرات. واشنو باش بدات بالمدائح، بنت الشيخ الحصاري الله يسمح له هو من كبار القراء، بنته ياسمين الخيام سمت روحها ياسمين الخيام، بدات هكذا، والشيخ عبد الحليم محمود جابها وكانت تقرا القصائد وتقرا الاشعار، هما فارحين بها، فالاخر شويه شويه ولات مغنيه وفنانه عفنه كبيره، فهمنا كيف؟ اذا ينتبهوا البنات نتاعنا اللي راه يقول لك القصائد ولا ما قصائد ولا الرقص راه كل شيء حرام، فهمنا كيف؟ لأن الأمر هذا كلمة على كلمة رقصة على رقصة تؤدي والعياذ بالله إلا أن هذه المرأة تتعلم وينفخها إبليس وصبحت كبيرة كما يقولوا نجوم الغد، وهم حشك كلاب الغد وليس بنجوم، لأن النجوم فيها الهداية وفيها النور يتلألأ، بينما هذوما فيهم حتى خير، فيهم الشر المطلق،
همنا كيف؟ قال لك الجهاد، أي جهاد؟ الجهاد بالقنيبري وبالسنيدة، والله القوم الذين يجاهدون بهذا والله لا ينصرون، والله ما ينصرهم ربي سبحانه، حتى يطلع الجيل الذي لا يتخذ غنى إلا غنى القرآن، الذي لا يتخذ قدوة إلا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا هو جيل النصرة. وأنا أعطي لكم مثال من الأندلس. الأندلس كما أوصفها العلماء على أنها جنة الله في الأرض، كانت جنة ربي في الأرض. الأندلس أسبانيا الآن، من كيف جلس فيها القرآن وجلس فيها العلم الشريف والإسلام يصلصل على أذانها 670 سنة. شحال 670 سنة والأندلس تاعنا، واللي يبغى يروح يراعي يروح يقرأ يقرأ، مازال التراث تاعنا ثم وكتبنا ثم وكل شيء ثم، مازالوا مساجدنا، مسجد قرطبة أكثر مسجد، مسجد غرناطة أكبر مسجد، مازالوا مساجد لا يعلم بها إلا الله هناك تاعنا. فهمنا كيف؟ كيفاش ذاعت واحد يقول وعلاش راحت؟ نقول لكم علاش راحت؟ فهمنا على راحت؟ جبناها بالقرآن وراحت بالغنى. فهمنا؟ جبناها بالقرآن وضاعت لنا بالغنى. لما كان الأوائل معليش ما تأخذونيش نكملكم القصة هذه لأنها مهمة باش تشوفوا وإحنا رانا مقبلين على مصيبة كبيرة، باش تعرفوا كيفاش نوجهوا رواحنا. الأندلس جاتنا بالقرآن وجابوها العلماء والمؤمنين بالجهاد وبالقرآن، وبعدين الأمراء فكانوا إذا جلس الأمير وحده إذا كان بقاله وقت يجيب العلماء الكبار ويتسامر معهم. فهمنا كيف؟ يتلم معهم يقولوا الحلال والحرام ويعلموا الناس وكل شيء، والأمير يتفرج يسمع يعمر راسه بالعلم الشريف ويروحوا لبيوتهم، والحلقات الذكر والعلم موجودة كثير. مرت قرون، أرسل الجاسوس، أرسل ملك الأفرنجة اللي تاع النصارى، أرسل جاسوس قال له روح شوف، وروح شوف الأندلس كيفاش راهي دايره، هل نزلموا نصدموا على المسلمين ولا مازال الوقت؟ فهمنا؟ جاء الجاسوس دخل للأندلس، راح للسوق، اسمعوا، راح للسوق لقى الناس دايرين عجاجة هكذا على السوق يبحث واش كاين، لقاهم يشرو في كتب، لقى كتاب كبير منمق بالذهب والناس يعطوا فيه زيادة، كل واحد يقول انا نديه باه يقرا علم. فهمنا كيف؟ ابدا يتفرج في ذاك الكتاب ويتفرج في الناس يعطوا في الدراهم يتزايدوا عليه. راح خرج لبرا، فاذا به لقى طفل عند شجره يبكي. قال له لاش تبكي يا وليدي؟ لاش تبكي يا بنيا؟ قال له انا علمني بابا الرمايه وبابا علمه جده، كنا كي نشوفوا زوج حمامات ملاصقين مع بعضهم بعض قراب لبعضهم بعض نضربوهم بالنشابه نقيسوهم في زوج. قال له واليوم انا ضربت زوج حمامات قشت غير وحده وحده راحت. قال له ما راني نبكي علاش راحت لي الرمايه، وليت ما نفهمش الرمايه، ضاعت لي، ضاع لي الشيء اللي كنت نفهمه راح يروح لي. بدا يبكي. الاخر فكر قال لك ناس كيما هذو كتاب يجوا يشروه ويتزايدوا عليه بالدراهم، ولد صغير يبكي ما قاس زوج حمامات ابن الشاب، هذو احنا نحاربوهم. راح للملك تاعو قال له لا مازال الوقت، مازال الوقت. قال له علاه؟ قال له ها وكيفا؟ قال له عندك الحق. زاد اجلس سنوات طوال وسر جاسوس واحد اخر قال له روح شوف الدنيا. جاء القاها كيما احنا رانا دركا. كيف كيف؟ كي تلقى الدنيا مايضة عرف باللي راه دمايا، واشنو الزيت ولا السميد؟ كي تلقى الدنيا مايضة مع الشق. ادخل للسوق لقى الدنيا مايضة، واش كاين؟ راح بدا يطل واش كاين في هذه الدنيا هذه. اسمع واش لقى؟ نسمعوا احنا ونسمعوا النساء تاعنا. القى جاريه امراه كانوا يبيعوا ويشروا في النساء، مغنيه تعرف تغني تضرب على شحال من عود وترقص على شحال من واطر، وهما يتزايدوا عليها. انتقل الاخير قال له انا نشريها وزنوها بالذهب، نشريها بالذهب، شكون يجي يشريها بالذهب؟ قالوا حتى واحد ما يجي يشريها واحد بالذهب، يعني وزنها توزن 50 كيلو، اعطى 50 كيلو ذهب وداها باش ترقص له وتغني له. قال هذه وحده. فهمنا كيف؟ راح السوق السلاح لقى
الناس كلهم يشروا سلاح تاع الذهب، فهمنا كيف؟ سيف، ويديه لعند السياق يطلق له بالذهب ويسقموا له ويكتب له عليه اسمه ويديه للدار يعلقه، فهمنا كيف؟ بينما الاولين حديده يديها لعند الحداد يسنها له ويدير لها شرويطه ويلا. وراه موجودين في الترك، اللي بغى يكذبني يروح للترك يشوفهم.